النتيجة؟ ادي نتيجة الاستخدام. تمام؟ دي وبعدين تمام. اقولها دلوقتي؟ السادة الأعضاء، لقد انتهت اللجنة الخاصة المشكلة للإشراف على إجراءات انتخاب رئيس المجلس من عملها، وأعدت تقريرا بالنتيجة أتلوه على حضراتكم. عدد السيدة الأستاذة رئيسة الجلسة تحية طيبة، وبعد فبناء على قرار المجلس بتشكيل لجنة خاصة للإشراف على عملية انتخاب رئيس المجلس وجمع الأصوات وفرزها، أتشرف بالإفادة بأن اللجنة قامت بعملية الفرز وإحصاء الأصوات، وكانت النتيجة كما يلي: عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 587 عضوا، عدد الأصوات الباطلة 11 صوت، عدد الأصوات الصحيحة 576 صوت. وقد حصل السيد العضو المستشار الدكتور حنفي جبالي على 508 صوت. حصل السيد العضو محمد صلاح أبو هميلة على 57 صوت. كما حصل السيد العضو أحمد عبد الحكيم يوسف على صوتين. وحصل السيد العضو محمد مدينة على 9 أصوات. وعلى ذلك أعلن انتخاب السيد العضو السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيسا للمجلس الشعب للمجلس النيابي. ما احنا شعب احنا. ويسرني بهذه المناسبة أن أتقدم باسمكم وباسمي إلى سيادتي بخالص التهنئة على هذه الثقة الغالية، وأتمنى لسيادتي التوفيق والسداد في رئاسته للمجلس. والآن فليتفضل السيد ليتولى رئاسة الجلسة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الزميلات والزملاء الأجلاء، أعضاء المجلس الموقر، يسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم لحضراتكم بجزيل الشكر والتقدير على انتخابكم لي رئيسا لمجلس النواب. لا فرق في ذلك بين من وافق ومن اعترض،
فتلك هي الديمقراطية التي تتسم بتعدد وجهات النظر. والشكر موصول لزملائي الذين تولوا مسؤولية الجلسة الإجرائية الأولى، الرئيس الأستاذة فريدة الشوباشي والزميلين الأستاذ أبانوب عزت والأستاذة فاطمة محسن. ولا يفوتني بادئ ذي بدء أن أتوجه بالتحية للأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، رئيس المجلس خلال الفصل التشريعي السابق، وللسادة النواب الذين بذلوا مع سيادته كل الجهد في ظروف غاية في الصعوبة مر بها الوطن واجتازها بثقة ونجاح، زعيم مخلص وابن بار من أبناء مصر هو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الذي تشهد له أفعاله على أرض الواقع بما أنجزه ووجه به الحكومة، وتابع عمل أبناء الوطن الأبطال متابعة مباشرة في مواقع العمل المختلفة، أثمرت مشروعات عملاقة تنشر الخير وتبشر بمستقبل مشرق للمواطنين. وهو الذي وحد كل القوى الوطنية تحت شعار يد تحمل السلاح لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه، ويد تبني وتستمر في البناء تحت وطأة الوباء الذي اجتاح العالم كله. وخالص الإعزاز والتقدير لشهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل والقضاء والمواطنين المخلصين الذين استشهدوا بعد أن واجهوا بشجاعة خسة إرهاب مجرم. وعلى ذكر بطولات الشهداء لا ننسى شهداء الواجب من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين معهم في مواجهة ذلك الوباء اللعين. ولن ننسى من فقدناهم من جراء تفشيه، ونحيي جيش مصر الأبيض لجهودهم في مكافحته. وباسمكم جميعا زميلاتي وزملائي النواب الأفاضل أتقدم بخالص الشكر للزملاء الأعزاء أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ونوجه التحية لروح الزميل القاضي الجليل رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم، كما نوجه الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية ومعاونيهم الذين بذلوا كل الجهد حتى إتمام كل مراحل انتخاب مجلس النواب بالرغم من الظروف والصعوبات التي مر بها الوطن
نتيجة ذلك الوباء، وشاركهم في ذلك أبناء الوطن المخلصين، حتى خرجت نتائج الانتخابات معبرة عن حرية المواطن في اختيار مرشحيه بنزاهة وشفافية، وإثراء للديمقراطية، وإيزانا لنا كنواب الشعب ببذل غاية جهدنا لتحقيق آمال المواطنين في التنمية وتلبية مطالبهم في تحسين سبل معيشتهم. الزميلات والزملاء الأعزاء، إن الفصل التشريعي الجديد الذي نستهله اليوم يلقي على عاتقنا بذل كل جهدنا بالبناء على ما أنجزه زملاؤنا أعضاء الفصل السابق، حتى نحقق معاً ما يصبو إليه الوطن في هذه المرحلة المهمة التي تشهد إصلاحات في جميع المجالات، ومنها المجال التشريعي والرقابي الذي أسنده إلينا الدستور. إن دوركم الرقابي على أعمال الحكومة لا يقل أهمية عن مسؤوليتكم في مجال التشريع، ولا يخفى على فطنتكم أن فعالية الرقابة ترتبط بكونها رقابة متوازنة حتى تؤتي ثمارها، فلا تميل كل الميل أو تتشدد بلا حدود، ولا تبالغ بالتهويل أو التهوين، بل تكون بين ذلك قواما. وأساس تلك الرقابة المتوازنة الفصل المرن بين السلطات، حيث تراقب كل سلطة من سلطات الدولة نظيرتها بهدف تحقيق الصالح العام، وهو ما يتعين أن تتسم تلك الرقابة بطابع التعاون والتضافر من أجل الإصلاح والتطوير، لا أن تقوم على مجرد التربص واصطياد الأخطاء. إن وطننا الغالي ينادينا جميعاً أن نتكاتف ونتعاون كمواطنين صالحين مخلصين يتقاسمون العيش على أرضه بلا تفرقة أو تمييز لأي سبب. لا نبتغي إلا المصلحة العامة، وليكن اختلاف الرأي بيننا سبيلاً للتوصل إلى أفضل الحلول لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن. ولا يغيب نظرنا أبداً عن رفع اسم بلادنا عالياً، لتحيا أبد الدهر حرة بأبنائها الأحرار، مستقلة قوية بمواطنيها الشرفاء المخلصين. وشعارنا في ذلك تحيا مصر دائماً بأبنائها الأوفياء الأنقياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن السادة النواب، سوف نشرع في إجراءات انتخاب الوكيلين. نبدأ في إجراءات الانتخاب، وسوف تجرى عملية الانتخاب أيضاً استناداً إلى الأحكام الواردة في المادة 117 من الدستور و12 و93 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. ووفقاً لأحكام هذه المواد سوف تجرى عملية الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت. فإذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المترشحين أو المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويحدد عددهم بضعف المقاعد التي تجرى عليها الإعادة. وفي هذه الحالة
يعلن انتخاب المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وستجرى عملية الانتخاب، ولو لم يتقدم للترشيح غير العدد المطلوب. والآن يرجى ممن يرغب في ترشيح نفسه وكيلاً للمجلس من السادة النواب المتواجدين بالقاعة أو خارجها أن يتفضل بإعلان رغبته في ذلك والتعريف بنفسه في مدة لا تزيد على دقيقتين. تفضلوا حضراتكم اللي يرغب في الترشح لمنصب الوكالة. تفضل. تفضل سيادة النائب. تفضل سيادة. شكرا سيادة الرئيس. من بارك لحضرتك بنول ثقة أعضاء المجلس وفوزك برئاسة المجلس، أتمنى لك التوفيق والسداد لخدمة وطننا. أيضا أتمنى للسادة زملائي أعضاء المجلس التوفيق وحمل الأمانة لخدمة هذا الوطن الأغالي والعزيز علينا. سليمان وهدان، مواليد 1971، وكيلا لمجلس النواب في دور 2015 حتى 2020، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، ده سادس رئيس شرفي في مدة 102 عام، رئيسا للمجلس المحلي منذ 23 عاما، ترأست لجان متخصصة ورأست وفود ومثلت مصر في عدة محافل. أتمنى من السادة زملائي أن أحمل أنا أنال ثقتهم، والله ولي التوفيق. شكرا رئيس. من تاني فهم. تفضل يا فهم. تفضل. أولا ألف مبروك لحضرتك معالي الرئيس والتوفيق إن شاء الله، ونتمنى بإذن الله مجلس مختلف إن شاء الله. أنا المستشار أحمد سعد الدين، نائب رئيس مجلس الدولة السابق والأمين العام السابق لمجلس النواب لمدة 4 سنوات من 2015 ل 2019. عملت مستشار قانوني لمجلس النواب، مستشار قانوني لوزارة العدالة الانتقالية، مستشار قانوني لوزارة التموين، مستشار قانوني لمحافظة الشرقية، مستشار قانوني لديوان المحاسبة الكويتي لمدة 6 سنوات من 2006 ل 2012. عضو مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة، عضو مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، عضو مجلس تأديب نقابة المهندسين. عملت بهيئة مفوضي الدولة بقسم التشريع بمجلس الدولة، بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، بعدد من محاكم مجلس الدولة بهيئة المفوضين بها، بالمحكمة الإدارية والتأديبية لرئاسة الجمهورية. لي الشرف أني أترشح لوكالة مجلس النواب وأكون يعني تحت أمر حضراتكم في الوقت. شكرا جزيلا. في من تاني؟ في من تاني؟ أستاذ تفضل. فريدة الزمر رفعت. أستاذة فريدة. طيب تفضل أستاذ. أستاذة فريدة رفعت. تمام. الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، اسمح لي في البداية أن أهنئ سيادتك على هذا الفوز الساحق، وأتمنى لسعادتك كل توفيق واحترام. سيادة النواب، يشرفني أن أرشح نفسي اليوم، يشرفني أن أكون معكم دائما صانعا لتاريخ برلماننا الحديث تحت قيادة هذا الأستاذ الجليل العالم الفقيه الدستوري الذي نعرف جميعا تاريخه الناصع البياض. يشرفني أن أكون معكم اليوم وتاريخي معروف، وكلكم معي تعرفون تاريخي، فأنا برلماني سابق لمدة أكثر من 20 عاما، مثلت مصر. أنا اسمي محمد أبو العنين، برلماني قديم، يمكن انا من اقدم الناس اللي موجوده في القاعه، ولكنني يشرفني ايضا ان اشارككم
هذا الفصل التشريعي الجديد بكل آماله وطموحاته. يشرفني أن أقول لكم أنني شاركت لأكثر من 20 عاما في صنع العديد من التشريعات والقوانين، ومثلت مصر في الأروقة الدولية بين البرلمان الأوروبي كرئيسا للبرلمان الأورو متوسطي، ورئيسا للجمعية البرلمانية الأورو متوسطية، ورئيسا للجنة الاقتصادية والمالية، ورئيسا للجان الصناعة والتعديل في أروقة البرلمان الأورو متوسطي. الإخوة الأعضاء، أنا لي تاريخ طويل في العمل السياسي، وكان أبرز هذا التاريخ الذي أفخر به في التوقيت حينما لم أكن نائبا بالبرلمان، وقد استغليت علاقاتي الشخصية لنصحح أكاذيب الجماعات الإرهابية في العالم بعد ثورة 30/6، فكان لنا الشرف أن نصحح هذا في أروقة البرلمان الأوروبي وفي دول الاتحاد الأوروبي وفي أروقة الأمم المتحدة وفي الكونجرس الأمريكي، حينما قلت كلمة الحق وقابلت فيها الأمين العام للأمم المتحدة الذي بعد هذا اللقاء طلع بتصريحه الشهير لينفي كل هذه الأكاذيب ويقول أن ثورة 30/6 هي ثورة شعب حماها الجيش. هذه الثورة هي نبت جديد، أتت بنبت جديد وبقيادة حكيمة رسمت رؤى المستقبل، تحقق أحلام المصريين، تحقق رؤى جديدة من نوع جديد. فتحية لمن خطط وفكر ونفذ واستبق الأحداث بسرعة لم نعهدها من قبل. تحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا القائد العظيم الذي يشرفنا جميعا أن نعمل من خلفه ونؤيد خطاه ونسير معه لتحقيق هذه الآمال العظيمة التي تبني مصر الحديثة. نحن لست في حاجة أن نقول هذه الإنجازات، فإحنا الشهود العيان، إحنا الشهود العيان على كل هذه الإنجازات التي تتم في مصر. ولو سوف نكتمل المسيرة، سوف نكمل هذه المسيرة لنقول للعالم نحن المصريون، نحن عازمون على بناء مصرنا الحديثة، عازمون على مقاومة الإرهاب والإرهابيين، عازمون أن نبني طموحات المستقبل برؤى جديدة وبأفكار جديدة غير تقليدية، لنروق ونروق أنفسنا ولنجهز أنفسنا مرة أخرى بين العلم والعلماء، بين عالم المعرفة، بين صناع المستقبل وعلوم المستقبل. هذه هي الهدف الحقيقي لمجلسنا الموقر. كيف نصنع هذه التشريعات، وكيف نبني هذه الممارسات، وكيف نقيم أداء الحكومة أداء جيدا التي لها كل تقدير واحترام في كل ما صنعته في الأيام الماضية. سيادة الرئيس، أشارككم هذا الحفل الكبير وأشارك كل الأعضاء الأخرى الذين حيوا الفصل التشريعي السابق لما أنجزه الدكتور علي عبد العال ورفاقنا، رحم الله من فقده هذا المجلس، ورحم الله هؤلاء الذين افتقدناهم وكانوا داعمين لهذا المجلس بحسهم الوطني وبقدراتهم الفعالة. نحيي معكم هؤلاء الذين صنعوا هذا العرس الديمقراطي الحديث من أجهزة الشرطة التي دعمت الأمن والأمان، من قوتنا المسلحة الباسلة التي تدافع عن في الداخل والخارج عن مصر. نحيي معنا القضاء الشامخ وندعو بالرحمة والمغفرة إلى فخذنا جميعا الهز هذا المستشار، مستشار الأخير رئيس الهيئة الوطنية الذي افتقدناه. إخوة الزملاء، يشرفني أن أكون معكم دائما صانعا لهذا التاريخ، صانعا لتاريخ الحديث لمصر الحديثة بالتشريع الجديد. معكم وبكم سوف نكمل المسيرة. اسمحوا لي أنا أتقدم إليكم رجيا ترشيحي كوكيلا لمجلس النواب، والسلام عليكم ورحمة الله. استاذة فريدة، تفضل.
مشواري طويل. لو هحكي لكم هنقعد مثلا ساعتين ولا حاجة، بس أنا ليا كتاب اسمه كاتم صوت بيتكلم عن معاركي في فرنسا. أنا الشباشي اسم جوزي، هم العيلة أرستقراطية، أنا بنت عامل، وأنا كنت بشتغل وأنا عندي 9 سنين، وأنا دايما بحب أكسب قوت يومي بعرق جبيني وبكرامتي وبدون أي أخطاء ولا أي انحرافات. اللي عايزة أقوله إن أنا طبعا من ساعة رحيل الزعيم عبد الناصر أنا ما حبيتش ولا رئيس جمهورية، يعني ما كنتش بتاع بس ما بحبتهمش. بس عايزة أقول حاجة مهمة، إن أنا في عبارة قالها الرئيس السيسي قبل ما يترشح للرئاسة، قال إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى. فأنا بشوف دلوقتي كل اللي إحنا فيه ده ترجمة لهذه العبارة، وأنا مستعدة لآخر يوم في عمري أمشي في الطريق ده. مصر القوية، مصر اللي بتستعيد مكانها ومكانتها. وبعدين أنا كمان امرأة، والرئيس السيسي رد للمرأة المصرية اعتبارها، فأملي أنكم تنتخبوني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السادة الأعضاء، نستمع إلى الزميلة من فضلكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. بدء ذي بدء، أهنئ نفسي وأهنئ الشعب المصري وأهنئ الزملاء بتنصيب سيادتك رئيساً لمجلس النواب، وهذا إن دل على شيء يدل إن مصر بتبدأ خطوة جديدة وتاريخ جديد وقفزات نحو الديمقراطية والتطوير والإصلاح. أنا مش هتكلم كتير، لأن أولاً أنا لا أحب الخطابة، وأحب أتكلم كلمتين من القلب لعلهم يصلوا إلى القلب. سيدي الرئيس، أنا مواطن مصري بسيط، نشأت في عائلة سياسية علمتني يعني إيه حب الوطن، وإن مصلحة الوطن فوق مصلحة الجميع، وإن بلادي لو جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. أنا أستاذ دكتور حنان عبد المنعم عوض بالشهرة، أو حنان محمد عبد المنعم محمد علي، أستاذ طب الأطفال، واعتليت بدأت مشواري العملي بنايب في الجامعة، ثم معيد، ثم مدرس مساعد، ثم مدرس، ثم أستاذ، ثم بعد ذلك رئيس لوحدة، ثم رئيس قسم طب الأطفال، ثم وكيل كلية، ثم قائم بعمل عميد، ثم نائب رئيس جامعة لشؤون التعليم والطلاب. كان همي هو العمل دور الجامعة في خدمة المجتمع، وأن تكون منارة وشمس للعلم. فكان همي واهتمامي هو بالمشاكل الاجتماعية والمشاكل القومية، سواء الصحة العلاجية أو الوقائية، وكذلك التربية الأخلاقية للطلاب والتثقيفية. وكما اهتممت بالعمل الاجتماعي بتأسيس مؤسسة، المؤسسة الحنان للتنمية ومرضى الصعيد، وده لدعم مؤسسات الدولة في التطوير ورفع الكفاءة، وكذلك التخلص من الفساد والإصلاح الإداري. هجاوب على سؤال أنا ليه جيت عضو مجلس الشعب. أولاً، حينما رأيت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم مثل هذه الإنجازات العظيمة وهذا التطوير والإصلاح والضرب على يد الفاسد،
جعلني في حالة تفاؤل وأمل ورغبة في المشاركة الفعلية في البناء. وزاد تفاؤلي أن رأيت قامة عظيمة من الزملاء اللي لهم تاريخ في الإنجازات في جميع المجالات، قامات مستنيرة ذو عقل وفكر ذو رؤية وذو خطة مستقبلية. الحقيقة زاد من تفاؤلي جدا ومن الرغبة في المشاركة الفعلية، وبناء عليه فكرت أن أتقدم في هذا المكان. من فضل الله علي أن الحمد لله أتميت المشاركة الفعلية في بناء مستشفى الجامعي في أسيوط، ثم مستشفى الأطفال الجامعي في جامعة أسيوط، ثم مستشفى شاركت فيه مستشفى سعاد كفافي لكلية طب جامعة مصر علوم التكنولوجيا، ثم بعد ذلك ذهبت إلى أسوان للمشاركة في بناء كلية طب ومستشفى جامعي مكونة من 32 قسم بفضل الله. فده كان مشوار حياتي يا فندم. آخر حاجة، أنا عايزة أحيي السادة الزملاء، لكم مني كل تقدير واحترام، وأحيي الشعب المصري فلهم مني كل إخلاص وتفاني، وأحيي الوطن الحبيب فله مني كل الفداء، وأحيي سيادتك وأحيي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا. شكرا للزميلة. في حد تاني من حضراتكم؟ تفضل. من فضلكم نستمع للزميل وبيقدم نفسه عشان كلنا نستمع له. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس الموقر، يشرفني أن أتقدم بالترشح على منصب وكيل المجلس. أعرف نفسي، أنا اسمي محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مكتب الشكاوي بالمجلس. كنت عضو في لجنة 50 التي صاغت دستور مصر دستور 2014، والمقرر المساعد للجنة نظام الحكم بلجنة 50، وهي اللجنة التي صاغت المواد المتعلقة بنظام الحكم، وهي صلاحيات السيد رئيس الجمهورية وصلاحيات مجلس النواب وكافة الأجهزة الرقابية والقوات المسلحة والشرطة وأيضا الجهات والهيئات القضائية. كنت أحد المؤسسين لحركة تمرد، الحركة التي كانت في مقدمة الصفوف في ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، تلك الثورة المجيدة التي أزاحت عن مصر حكم الجماعة الإرهابية، التي لولا التفاف الشعب المصري والخروج بالملايين في 30 من يونيو لكانت مصر في مكان نأسف جميعا أنها كانت فيه. الحمد لله الذي وفقنا شعبا وقواتا مسلحة التي انحازت لإرادة المصريين في ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، حيث أنني تشرفت بأني كنت أحد الشباب الحاضرين اجتماع خارطة الطريق 3 يوليو، وهو الاجتماع الذي تقرر فيه خارطة طريق المصريين في يوم 3 يوليو. لولا الدعم الذي وجهه السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب، لربما لم نكن نشهد أن هذا المجلس الموقر به أعلى نسبة للشباب في تاريخ الحياة النيابية المصرية الممتدة منذ 154 عاماً منذ أن أسس الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب في 1866. اليوم في 2021 في حكم
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونتيجة لثورة الشعب المصري في 30 يونيو وخارطة الطريق التي أتشرف بأني كنت أحد الذين شاركوا في صياغتها، يتحقق التمكين الحقيقي للشباب تحت قبة المجلس الموقر. أتشرف بأنني عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهي المنصة الحوارية الجامعة لأكثر من 26 حزبا ومجموعة من الشباب المستقل. تقدمنا للانتخابات في القائمة الوطنية ووفقنا لأن يكون لدينا داخل مجلس النواب 32 نائب، فإنني أتقدم إليكم وأعاهد الله أن أكون صوتا لكافة الاتجاهات السياسية لتحقيق التوازن بين المعارضة البناءة وبين الموالاة أو المؤيدين. شكرا. إنني من هذا الوقت بس عشان وبناء عليه بطلب من حضراتكم التصويت لأخوكم محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب. شكرا. شكرا للسيد الزميل. في مترشحين تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنبارك لحضرتك ونبارك لنفسنا على وجود قامة في المجلس النواب 2020 أو 21 إن شاء الله، ونتمنى فترة رئاسية موفقة. سحر بشير مختار معتو، فردي مستقل من كفر الدوار بحيرة. الحمد لله خدنا معركة انتخابية شريفة بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل الناس اللي رشحونا وقفوا جنبنا. سيادة الرئيس، سيادة الرئيس، سحر بشير معتوب، أنا حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية. عملت في العمل الاجتماعي منذ 30 سنة، وأنا أعمل في العمل الاجتماعي يمكن أنا اللي كنت متفردة بالعمل ده، ما كانش فيه العدد الكبير والثقافة العالية دي إن الست تبقى موجودة في الساحات يعني والاتجاهات المختلفة. كان عمل اجتماعي وسياسي، وأنا برشح نفسي النهاردة لأن ده عرس انتخابي، إن إحنا كل واحد فينا بحريته بيقوم يقدم نفسه وبيتوجه للترشح. فأنا بشكر الجميع وبشكر زملائي وزميلاتي وعلى أنال الثقة، وشكرا. شكرا جزيلا. شكرا للزميلة. في مترشحين تانين لمنصب الوكالة؟ مين يا فندم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين الذاكرين الموحدين بالله. معالي الرئيس، الأخوة الأعضاء، أخوكم محمد أحمد الجبلاوي ابن صعيد مصر ابن قرية الجبلاوي مركز هنا، أتشرف اليوم بوجودي وسطكم وأفتخر أنني ابن المؤسسة القانونية، حيث أنني تخرجت من كلية الحقوق جامعة المنصورة سنة 1999 وعملت بالمحاماة فترة طويلة، ثم رأست المنطقة الحرة الخاصة بإفت. عملت في العمل السياسي منذ عام 2007 كوكيل للمجلس المحلي محافظة، وربنا وفقني في دورة 2020، وأتمنى نيل صدقكم لوكالة المجلس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للزميل الفاضل. مع رجاء الالتزام بالوقت، إذا كان في مترشحين آخرين. طيب. السادة الأعضاء، هل هناك أحد آخر في القاعة أو خارجها يرغب في ترشيح نفسه وكيلا للمجلس؟ تمام. إذن أعلن أنه قد تقدم للترشيح لمنصبي وكيلي المجلس كل من الزملاء السيد العضو سليمان وهدان، السيد العضو المستشار أحمد سعد الدين، السيد العضو محمد أبو العينين، السيدة العضو فريدة الشوباشي، السيدة العضو دكتورة حنان عبد المنعم محمد علي، السيد العضو محمد عبد العزيز، السيدة العضو سحر بشير مختار، السيد العضو
محمد أحمد الجبلاوي، وعملا بحكم المادة 92 السابق الإشارة إليها، فإني أقترح على حضراتكم تشكيل لجنة خاصة أخرى للإشراف على عملية انتخاب الوكيلين برئاسة السيد العضو علي علي محمد بدر وعضوية السادة الأعضاء السيد العضو محمد وفيق محمد عزت الشعب الجمهوري، السيد العضو أحمد محمد أحمد دياب مستقل، السيد العضو هشام صلاح أحمد الحصري مستقبل الوطن، السيد العضو أيمن أحمد حسين أبو العلا الإصلاح والتنمية، السيد العضو محمد عوض السيد محمد الوفد، السيد العضو أحمد علي حسن محمد مقلد المؤتمر للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزها وإعداد تقرير بالنتيجة لإعلانها على المجلس، فهل توافقون حضراتكم على ذلك؟ موافقة. إذن على اللجنة أن تتوجه إلى وسط القاعة لتباشر عملها في الإشراف على إجراءات عملية الانتخاب، على أن يتوجه السيد العضو أحمد دياب إلى المستوى الثاني بالشرفة الوسطى، والسيدان العضوان محمد عوض السيد ومحمد وفيق إلى المستوى الثالث بالشرفة العليا. وهنا أتوقف قليلاً وأظن حضراتكم توافقونني على توجيه التحية الخاصة والشكر والتقدير للأمانة العامة برئاسة السيد الأمين العام مستشار محمود فوزي، على ما بذله ويبذله وعلى التنظيم الدقيق الذي مكننا اليوم من انعقاد هذه الجلسة رغم الظروف الصعبة. شكرا جزيلا. تفضل استاذ سليمان. طب ادوا المايك استاذ سليمان. المايك للاستاذ سليمان. طيب فضل. شكرا سيادة الرئيس. أريد أن أبدي اعتراضي على أن توزع الصناديق وتمر الأوراق في داخل، فهذا يخرج عن الاقتراع السري المباشر، وأريد أن أنوه لسيادتك لابد أن يكون هناك ستارة أو النائب يدلي صوته، وكي يكون في هناك رحية، لأن شايف ممكن التصويت بهذا الشكل قد يفقد نوع من السرية والاقتراع بالسر المباشر. أعتقد سيادة الرئيس لازم يكون في آلية حتى لو يتم توسيع المساحات أكثر من ذلك، أو يكون هناك في الصندوق، لأن احنا كده بنفقد شكل السرية ونحن في بداية مجلس، لابد أن يكون هناك تحقيق، وأنت رجل دستور وقانون لابد أن نحمي هذا النص. شكرا سيادة الرئيس. في حد تفضل. سيادة الرئيس، أنا سيادة النائب بعد إذن حضرتك، في تباعد، يعني هو طالما في تباعد بيننا فيحق لنا إن احنا ننتخب في أماكننا نظرا للجائحة اللي موجودة، زي ما انتخبنا سيادتك رئيس لمجلس النواب يبقى يحق لنا، وعموما في تباعد، انا شايف ان في تباعد بين السادة النواب، فده اعتقد ان هو اسلم حال للانتخاب. شكرا يا فندم. مين تاني عايز الكلمة من حضراتكم في هذه الجزئية؟ اتفضل.
السلام عليكم. طبعا في البداية نحب أن نشكر سيد الأمين العام المستشار محمود فوزي على هذا الجهد المبذول وعلى هذا الاستقبال الحافل للسادة النواب، كما نهنئ السيد رئيس مجلس النواب الذي نصرف وسنصرف إن شاء الله بالعمل تحت قيادته. أنا أحب أقول إن بالنسبة للاقتراع السري كل واحد مننا ممكن ياخد الورقة الاختيار ويحاول إن هو من رئيس زميله أو سيد زميل، مش محتاجة إن إحنا نشوف ستار لأن الوضع اللي إحنا فيه ما يسمحش بكده. شكرا رئيس. تمام تمام. أي تعليق آخر من حضراتكم؟ خلاص تفضل تفضل. معلش نسمع الجزئية دي. تفضل معالي الرئيس. لاكتمال هذا العرس الذي نراه في مصر لعزيزي الغالي علينا، فاحنا نقرر ان احنا ننتخب زي ما انتخبنا رئيس المجلس اكتمال لهذا اليوم، ونظرا لظروف الكورونا اللي احنا فيها وهذا التنظيم خد وقت كبير مننا عشان نعمله، فبنقرر بالاقتراع بهذه الطريقه ان شاء الله. شكرا يا رئيس. شكرا يا سياده. اتفضل يا محمد. شكرا يا سياده الرئيس. في الحقيقه في جميع الدورات السابقه كان في انتخاب الرئيس والوكيلين بتتحط الصناديق هنا سعادتك، والاستاذ علوم ينادي على عضو عضو يدلي بصوته، ودي بتقبى السريه المباشره او السريه صح يعني تمام. ولكن يعني لما تكون الصناديق بتلف على الساده الاعضاء وده يشوف ده وده يشوف ده، المفروض ان انا مش عاوز ادي واحد من هنا ولا من هنا، ما ينفعش. فمفروض الصناديق تقبى هنا سعادتك الامانه العامه بتخليها هنا ويجي ينزل عضو عضو. شكرا شكرا سيد زميل. معلش بالراحه خلاص هنينا الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش نستمع بهدوء للزميل اخيرا وانا هعلق. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور رئيس المجلس، كانت هناك صوابق برلمانيه على ان يكون التصويت وحمايه لحق كل نائب في سريه التصويت واحتراما للديمقراطيه وحرصا على تمكين كل نائب من منح صوته لمن يريد، فأنا أطالب بسرية التصويت واتخاذ كل الإجراءات التي تحمي حق وإرادة أي نائب هنا يا سيادة الرئيس. شكرا شكرا. خلاص 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 الملاحظات. أشكر السادة الزملاء الذين أبدوا الملحوظات، ونحن أمام حالة ضرورة طبية وصحية داهمة، السرية تكفل طبقا للدستور والقانون واللائحة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بهذه السرية. حين يصوت السيد الزميل ويطوي ورقة التصويت ويمر عليه القائمون على عملية جمع الأصوات فهنا تتحقق السرية. نحن أمام ظرف استثنائي، لولا هذا الظرف لو وضعت الصناديق في وسط القاعة سوف يحدث هرج ومرج، زميل يقابل الآخر فتحدث العدوى لا قدر الله. نحن أمام ظروف صعبة. الآن اختصاراً للإجراءات، الآن ستجرى عملية انتخاب وكيلي المجلس بالاقتراع السري أيضاً، وسوف يتم من فضلكم الهدوء حتى نستمع لبعضنا، وسوف يتم توزيع بطاقة إبداء الرأي على كل نائب في مكانه ليدون فيها من فضل 2 3 4. مفروض اللجنه سباعيه يا فندم، لم تكمل اللجنه. شكرا. هنكمل اللجنه ليدون فيها من فضلك ليدون فيها اسمي العضوين اللذين اختارهما لمنصبي الوكيلين ودون مغادره اي عضو موقعه، حيث ستمر الصناديق على حضراتكم في اماكنكم منعا للتزاحم. لهذا يرجى من كل عضو من السادة الأعضاء عند النداء على اسمه أن يضع بطاقة إبداء الرأي في الصناديق المخصصة لذلك، وعددها 6 صناديق
موزعة على القاعة، وأكرر مرة أخرى سوف يقوم العاملون بالأمانة العامة بالمرور على كل نائب بعد النداء على اسمه ليضع في الصندوق بطاقة إبداء الرأي الخاصة به، ويعتبر الصوت باطلاً إذا أدرج في ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا انتخب شخصاً لم يتقدم للترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك، ولتنادى الأسماء. وأرجو أن تكتمل اللجنة الموقرة المشرفة على التصويت، علماً بأن اللجنة مكتملة حالياً 4 في وسط القاعة، ولكن علينا أن نتأكد من الزملاء 3 الآخرين، 1 بالشرفة الوسطى و2 بالشرفة العليا. الوضع اللي هو خالد طبعاً يعني نوع من الضغوط النفسية على كل العالم مش على مصر بس، بيخلي الناس كلها تصويت حالياً. تفضل. السادة نواب المجلس، النظام الفردي، السيد النائب أبانوب عزت عزيز معوض، السيد النائب محمد راضي، النائب عمر وطني، النائب أمين مسعود، النائب أيمن عثمان، النائب سيد نصر، النائب طارق شكري، النائب عمرو السنباطي، النائب محمد مصطفى السلاب، النائب محمد الحناوي، النائب محمد سليمان، النائب أحمد إسماعيل، النائب شريف الورداني، النائب صفوة النجار، النائب محمد الكومي، النائب دود العمدة، النائب وائل الطحان، النائب محمد رضا البنا، أيمن، أستاذ أيمن سلم بطاقة التصويت. يرجى عدم وضع البطاقة بالصندوق إلا بعد النداء على الاسم. يرجى من حضرات السادة النواب الواقفين في الطرقة التفضل بالجلوس للتمكن من استكمال إجراءات التصويت. حضرات السادة النواب رجاء الالتزام بالأماكن. السيد النائب محمد رضا البنا تفضل. السيد النائب أحمد علي إبراهيم. السيد النائب حسام زكي. السيد النائب أشرف حاتم. السيد النائب الطاهر سليم. السيد النائب الحاج أشرف. السيد النائب خالد القط. السيد النائب علي عبد الونيس السواح. السيد النائب حشمة أبو حجر. السيد النائب خالد طنطاوي. السيد النائب أحمد الطيبي. السيد النائب عرفة صالح. السيد النائب عيد حماد. السيد النائب عبد النعيم حامد.
سيد النائب عبد النعيم. سيادة النائب عبد النعيم. السيد النائب أشرف سردينة. السيد النائب عبد الفتاح يحيى. السيد النائب محمد حسين الحمامي. السيد النائب أبو العباس التركي. السيد النائب عمر الغنيمي. السيد النائب سعد الدسوخي. السيد النائب سعد الدسوخي. يرجى من حضرات السادة النواب التفضل بالجلوس. السيد النائب سعد التركي. عفوا، السيد النائب سعد الدسوخي. السيد النائب أحمد عبد المجيد. النائب أحمد المصري. النائب مجد الوليلي. النائب محمود قاسم. النائب محمود قاسم. استأذن زملاء بالصندوق وسط القاعة. النائب محمد جبريل. النائب محمد عبد العالي الصغير. النائب أحمد خليل خير الله. النائب أحمد الشريف. النائب حسين العقاري. النائب رزق راغب. النائب حسن عمار. النائب أحمد فرغلي. النائب أحمد دندش. النائب أحمد دندش موجود. النائب أحمد دندش. النائب عصام دياب. النائب محمد طلبة. النائب سامي سليم. النائب أحمد بدران البعلي. النائب جمال عبيد. النائب عربي فؤاد. النائب مجدي سيف. النائب عزيز سابق. النائب أسامة فتحي عبد الرحمن. النائب أشرف أمين عبد العليم. النائب أشرف أمين. النائب مجاهد نصار. النائب عبد السلام الخضراوي. النائب درويش مرعي. حضرات السادة النواب، يرجى التفضل بالجلوس في أماكنكم لاستقرار عملية الاقتراع السري على منصب الوكيلين. حضرات السادة النواب الموقرين، النائب درويش مرعي، النائب إبراهيم عويس، النائب عادل عامر، النائب محمد مدينة، النائب محمد الطوخي القصبي، النائب كمال الشافعي، النائب كمال الشافعي، النائب حافظ عمران، النائب سمير شاهين، النائب مجدي عاشور، النائبة مروة هاشم،
النائبة إيمان خضر، النائب لطفي شحاتة، النائب عبد الله الرماح، النائب سامي نصر الله، النائب حمودة محمد حمودة، النائب مي رشدي غيث، النائب وجيه أباظة، النائب خالد مشهور، النائب نبيل عسكر، النائب حاتم عبد العزيز، النائب عبد الباقي تركيا، النائب عبد الباقي تركيا، النائب طلعت السويدي، النائب إمام منصور، النائب إمام منصور، النائب طلعت السويدي، تفضل يا فندم. النائب إمام منصور، يرجى من حضرات السادة النواب الموقرين التفضل بالجلوس في أماكنكم لاستقرار إجراءات انتخاب الوكيلين. السيد النائب علاء النجار، السيد النائب علاء عبد النبي، السيد النائب ثروت سويلم، السيد النائب فؤاد أباظة، السيد النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي، عفوا دكتور علوم، عفوا السيد النائب السيد رحيم، دكتور علوم عفوا، الزميلات والزملاء الأفاضل، الزملاء الأفاضل، السادة النواب، كل الزملاء الأفاضل، كل يجلس في مكانه، من فضلكم، من فضل السيدات والسادة النواب الأفاضل، كل يجلس في مقعده حتى ننتهي من عملية التصويت بهدوء. ساعدونا على إتمام عملية التصويت، كل يلزم مقعده. شكراً، شكراً السيد للالتزام. تفضل. السيد النائب السيد رحمه، السيد النائب أحمد الشرقاوي، النائب وحيد فودة، النائب حسن حسين، السيد النائب حسن المير، السيد النائب محمد الشريف، السيد النائب وحيد قرقر، السيد النائب فايق الزكي، السيد النائب رضا غازي، السيد النائب السيد الخضر علي جوهر، السيد النائب وليد فتحي، النائب مكرم رضوان، النائب أشرف الشبراوي، النائب خالد الحداد، النائب محمد خالد نور الدين، النائب أحمد الحديدي، النائب مجدي الأمير، النائب محمود العزب، النائب محمود العزب، النائب أحمد الألفي، النائب شريف الجبلي، النائب إيهاب أنيس،
النائب محمد السعيد عوض، النائب أسامة عبد العاطي، النائب ضياء علي بصل، النائب ضياء الدين داوود، النائب حسن عبد الوهاب محمد عيسى، النائب محمود نجيب مشعل، النائب ياسر منير عبد الجواد، النائب باسم حجازي، النائب باسم، النائب سيد شمس الدين، النائب سيد شمس الدين جاي لحضرتك. النائب محمد هاشم، النائب علي أبو أحمد، النائب علي، النائب علي أبو أحمد تفضل، النائب محمد زكي، النائب يونس عبد الرازق فرج، النائب محمد عبد العليم داوود، النائب محمد الصمودي، النائب عادل النجار، النائب غباشي بدير، النائب سمير جابر عيسى، النائب عبد المنعم شهاب، النائب محمد فايد، النائب سامح حبيب، النائب عبد الله الشيخ، النائب أحمد بلال البرلصي، النائب محمود الشامي، النائب إبراهيم محمد الديب، النائب حامد جهجة، النائب أحمد دراج، النائب محمد بدراوي، النائب مصطفى أبو زيد، النائب عامر الشربجي، النائب هاني خضر، النائب أحمد حجازي، النائب أحمد حجازي من فضلكم، النائب أحمد حجازي يرفع إيده من فضلكم، النائب محمد حمدي موسى، النائب عصمت زايد، النائب علاء جعفر، النائب علاء جعفر، النائب كريم طلعت أحمد عصمت السادات وشهرته كريم السادات، يرجى بطاقة اللجنة أستاذ علي بدر، توجيه بطاقة بس لسيادة النائب. حضرات السادة النواب الواقفون، الزميلات والزملاء، نرجو الهدوء أثناء عملية التصويت. شكراً لالتزام الهدوء والالتزام مقاعدكم من فضلكم حتى ننتهي من هذه العملية في أقرب وقت. النائب كريم السادات، صوت يا فندم. النائب عصام ياسين، النائب صابر عبد القوي، النائب محمود البرعي، النائب أحمد أبو زيد، النائب أيمن معاذ، النائب عادل يونس حماد، النائب عبد الرؤوف الطنيخي،
النائبة سناء برغش، النائب أحمد حمدي، النائبة سحر بشير معطوق، السادة الأعضاء أرجو عدم مغادرة مقر المجلس حيث لا نعلم كيف ستنتهي الانتخابات من الجولة الأولى أم يقتضي الأمر الإعادة. ألفت النظر إلى أن عملية الانتخاب مبتدة فقد تحدث إعادة. شكرا. النائب محمود عادل شعلان، النائب أحمد العرجاوي، النائب أسامة المصري، النائب بلال النحال، النائب هشام الجاهل، النائب علاء حمدي قريطم، النائب أشرف المقرحي، النائب خالد أبو خطيب، النائب حمدي عبد الوهاب أبو خشيم، النائب محمد عزت محمد عرفات، النائب محمد عزت، النائب محمد حجازي، النائب طلبة النحال، النائب أحمد الشيشيني، النائب أحمد الشيشيني، النائب محمد أبو العينين، النائب زكي عباس عبد الظاهر، النائب زكي عباس، النائب محمد رشاد البرتقالي، النائب حسام عاشور أيوب، النائب حازم عويان، النائب عماد الدين عبد التواب، النائب نادر عبد الصديق، النائب أحمد سعد حلمي، النائب أحمد سعد، أستاذ النائب أحمد سعد يرفع إيده، النائب شحاتة عبد الحافظ، النائب حسام المندوه الحسيني، النائب محمد هشام تشكى، النائب محمد الحسيني، النائب محمود هشام تشكى، النائب محمد الحسيني، النائب أحمد عاشور، النائب محمد علي عبد الحميد، النائبة نشوى الديب، النائب طارق سعيد، النائب هشام حسين محمد، النائب عمرو القطامي، النائب عمرو القطامي فين؟ النائب محمد سلطان، النائب خالد تامر طايع، النائب طارق الطويل، النائب طارق الطويل غير موجود، النائب محمود الصعيدي، النائب أسامة الأشموني، النائب علي سماح، النائب علاء ناجي عبد الرحيم، النائب عبد التواب عبد القادر، النائب سيد سلطان، النائب محمد عبد القوي، النائب كمال أبو جليل، نائب كمال أبو جليل،
نائب كمال ابو جليل من فضلك يرفع ايده. النائب كامل فيصل. النائب محمد الجمال. النائب عبد المنعم عبد العليم. النائب محسن ابو سمنة. النائب احمد دياب. النائب محمد طه الخولي. النائب محمد رجب عبد العظيم. النائب رمضان ابو حسان. النائب رمضان ابو حسان. النائب عبد الحكيم مسعود. النائب محمد جنيدي. النائب سامي توفيق. النائب طه الناظر. الناظر الناظر. النائب أحمد علي عباس. النائب حسام العمدة. النائب علي بدوي. النائب أشرف عبد العزيز حسني. النائب العمدة عثمان. النائب مجدي ملك. النائب أحمد تامر. النائب محمد نشأة العمدة. النائب سعودي عبد الرحمن. النائب أحمد حتة. النائب مصطفى خالد. النائب إيهاب عبد العظيم. النائب أحمد محمد عبد المنعم. النائب حسام أبو زيد. النائب محمد مصطفى كمال. النائب صابر عبد الحكيم. النائب رياض عبد الستار. النائب رياض عبد الستار غير موجود، مش شايفه. النائب علاء سليمان. النائب مصطفى بدران. النائب محمد حمدي دسوقي. النائب حمادة زهير الفولي. حمادة زهير الفولي. النائب حسام ماضي. النائب إبراهيم نظير. النائب يونس الجاحر. النائب أحمد حسين جودة. النائب عصام العمدة. النائب ناصر عثمان. النائب علاء خير الله. النائب الحسيني جلال. النائب الحسيني جلال. النائب أحمد عواجة. النائب حاتم مبارك. النائب زكريا حسان. النائب محمد لبيب. النائب رفعت شكيب. النائب إبراهيم خليفة أبو دوح. العمدة نشأت.
النائب مصطفى سالم. النائب مصطفى سالم. النائب خليفة رضوان. النائب ياسر الهواري. النائب عاطف كعربان. النائب نور أبو ستيت. النائب محمود أبو الخير. النائب محمود أبو الخير. النائب أحمد أورا. النائب مصطفى محمود مصطفى. النائب جمال محمد أحمد عامر. النائب أشرف أبو الفضل. النائب محمد طايع. النائب السيد المنوفي. النائب سيد أبو زيد. النائب خالد خلف الله. النائب خالد أبو نحول. النائب عبد الفتاح الشحات. النائب بهاء الدين أبو الحمد عثمان. النائب بهاء الدين أبو الحمد عثمان. النائب بهجة الصن. النائب باهي أمين مسعود. النائب أحمد صالح. النائب جابر أبو خليل. النائب خالد رضوان. النائب أيمن فؤاد. النائب علي البدر الملاوي. النائب جمال الشورى. النائب رزق جالي. النائب أحمد محمد أحمد عبد الله. أحمد العقاطي. النائب حمدي محمد حسن سليمان. النائب محمد عبد المقصود. نائب محمد عبد المقصود. النائب ناصر عطية. النائب علي نور علي حسين. النائب عزيز مطر. النائب سامي كامل. النائب سليمان عطاوي. النائب حميد سليمان أبو بريك. هل يوجد أحد من السادة النواب أعضاء المجلس النظام الفردي لم يدلي بصوته في انتخاب وكيلي المجلس؟ هل يوجد أحد من السادة الأعضاء نظام الفردي لم يدلي بصوته في انتخاب وكيلي المجلس؟ انتهى الفردي سيادة الرئيس. شكرا. تمام. شكرا للزميلات والزملاء. الزميلات والزملاء، السادة الأعضاء، والآن بعد أن انتهى السادة الأعضاء الفائزون بالنظام الفردي من الإدلاء بأصواتهم، يرجى من السادة الأعضاء الفائزين بنظام القوائم والمعينين
التفضل بدخول القاعة دون تزاحم ومن الأبواب المخصصة لكل عضو، وذلك للإدلاء بأصواتهم في عملية انتخاب الوكيلين. ننتظر بس شوية على ما يدخل. بس هنا في المجلس في النادي النائب. بس انت بتقول النائب الدكتور. دخل الناس الحاضر. حاضر. دخل الناس الحاضر. حاضر. بتقول النائب الدكتور المجلس. لازم حد النائب الدكتور. يرجى من حضرات السادة النواب الموقرين النظام الفردي نظام القائمة والمعينين التفضل بالدخول إلى قاعة الجلسة لاستكمال إجراءات انتخاب وكيلي المجلس. على حضرات السادة النواب الموجودين خارج القاعة نظام القائمة التفضل بالدخول إلى قاعة الجلسة. حضرات السادة النواب نظام القائمة التفضل بالدخول إلى قاعة الجلسة. حاضر. يرجى من حضرات السادة النواب الموجودين خارج القاعة التفضل بالدخول للإدلاء بأصواتهم في انتخاب وكيلي المجلس. حضرات السادة النواب نظام القائمة، رجاء المساعدة في استكمال إجراءات انتخاب وكيلي المجلس. على حضرات السادة النواب الموجودين خارج القاعة نظام القائمة سرعة الدخول إلى قاعة الجلسة حتى نتمكن من استكمال إجراءات انتخاب وكيلي المجلس. السادة النواب الموقرين نظام القائمة، سرعة الدخول إلى قاعة المجلس والجلوس في أماكنكم المخصصة لكم لمواصلة انتخاب وكيلي المجلس. Thank you.
يرجى من حضرات السادة النواب الموقرين نظام القائمة التفضل بالدخول إلى قاعة المجلس لاستكمال إجراءات انتخاب وكيلي المجلس. أسماء المرشحة لمنصب وكيلي المجلس والاختيار هو الاختيار لمين فقط لأن الاختيار أكثر. أرجو الانتباه، أرجو الانتباه، أرجو الانتباه من الزميلات والزملاء، الزميلات والزملاء الأعضاء، أرجو الانتباه لمن دخلوا القاعة منذ قليل مرة أخرى. أسماء السادة النواب الذين تقدموا للترشيح على منصب وكيلي المجلس مرة أخرى: السيد العضو سليمان وهدان، السيد العضو المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم، السيد العضو محمد أبو العينين، السيدة العضو فريدة الشوباشي، السيدة العضو دكتورة حنان عبد المنعم عوض، السيد العضو محمد عبد العزيز، السيدة العضو صحر بشير معتوق، السيد العضو محمد أحمد الجبلاوي. وأنوه إلى أن بطاقة التصويت المقدمة من حضراتكم يتعين أن تشتمل على اسمين فقط وإلا بطل الصوت. شكرا. تم يا فندم. طيب، والآن يبدأ السادة النواب الفائزون بنظام القوائم والمعينون في الإدلاء بأصواتهم في عملية انتخاب الوكيلين، وسوف تجرى عملية الانتخاب بالاقتراع السري أيضا، وسيتم توزيع بطاقة إبداء الرأي على كل نائب في مكانه ليدون فيها اسمي العضوين اللذين اختارهما لمنصبي الوكيلين دون مغادرة أي عضو موقعه، حيث ستمر الصناديق على حضراتكم في أماكنكم منعاً للتزاحم. لهذا يرجى من كل عضو من السادة الأعضاء عند النداء على اسمه أن يضع بطاقة إبداء الرأي في الصناديق المخصصة لذلك، وعددها 6 صناديق موزعة على القاعة. وأكرر مرة أخرى، سوف يقوم العاملون بالأمانة العامة بالمرور على كل نائب بعد النداء على اسمه ليضع بطاقة إبداء الرأي الخاصة به في الصندوق، ويعتبر الصوت باطلاً إذا أدرج في ورقة الانتخاب أكثر أو أقل،
يعني إذا أدرج أكثر من صوتين من اسمين أو أدرج اسم واحد هنا يبطل الصوت، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم للترشح هنا أيضا يبطل الصوت، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك ولتنادى الأسماء. تفضل. السيد النائب محمد ماهر، السيد النائب إيهاب الطماوي، السيد النائب يوسف الحسيني، النائب إيهاب العمدة، النائب إيهاب العمدة، النائب عمرو رشدي، النائب محمد سليم، النائب أحمد سمير صالح، النائب صفي الدين خربوش، النائب أيمن محسب، النائب كمال عامر، النائب محمد تيسير مطر، النائب أحمد زيدان، النائب هشام هلال عبد المنعم، النائب أحمد فتحي، النائب محمود بدر، النائبة شادية خضير، النائبة مجدة بكري، النائبة سهام مصطفى كمال، النائبة سهير عبد الحميد، النائبة نورة علي عبد السميع، النائبة رشا المغربي، النائبة نينتر أوزوريس الغزاوي، النائبة سحر البزار، أنا عديته على شيء. طيب النائبة عبير نصار، النائبة سميرة الجزار، النائبة ميرال الهريدي، النائبة مي كرم جبر، النائبة أميرة صابر، النائبة ميرثا محروس، النائبة جيهان البيومي، النائب عاطف ناصر، النائب أحمد بدوي، النائب مدحت الكمار، النائب حسن عمر حسنين، النائب عبد الله أحمد عبد الله، النائب محمد الفيومي، النائب محمد عبد العزيز، النائب الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تم التصويت يا فندم، النائبة دعاء سليمان، النائبة شيماء حلاوة، النائبة سلاف درويش، النائبة أميرة العدلي، النائبة منيرة عبد الحليم،
النائبة مارسيل سمير، النائبة إيرين سعيد، النائب سامر التلاوي، النائب فخري طايل، النائب أحمد الخشن، النائب عباس أحمد عصمة السادات، النائب وفيق عزت، النائب وفيق عزت غير موجود، النائب أحمد بهاء شلبي، النائبة هناء سرور، النائبة حنان حسني يشار، النائبة شيرين عبد العزيز، النائبة غادة قنديل، النائبة سلمى مراد، النائبة شيرين رضا، النائبة مها شعبان، النائب عبد الهادي القصبي، النائب محمد زايد، النائب محمد مرعي، النائب علي عز، النائب طلعت عبد القوي، النائب صقر عبد الفتاح، النائب أحمد يحيى الجحش، النائب عبد المنعم إمام، النائب أحمد إحسان شوقي، النائبة رشا رمضان، النائبة عزة حسين، النائبة عزة حسين موجودة، النائبة عزة حسين، لو ممكن في ورقة تصويت تيجي للنائبة عزة حسين، صندوق من فضلكم. النائبة سحر العشري، النائبة مرفت الكسام، النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل، النائبة دعاء عريبي. السادة الأعضاء، عفوا دكتور علوم، تفضل. السادة الأعضاء، أرجو كل يجلس في مقعده، وأرجو من الزميلات والزملاء المرشحين بالذات ألا يمروا على الأعضاء، حفظا للسرية وحفاظاً في النهاية على نزاهة وشفافية نتيجة انتخاب الوكيلين. شكراً. السيد النائب يسر المغازي، النائب محمد المرشدي، النائب محمد المرشدي،
غير موجود. النائب هشام الحصري. النائب طارق الخولي. النائب السيد سمير. النائب أحمد العوضي. النائب عمرو يونس. النائب فريد البياضي. النائبة إيناس عبد الحليم. النائبة نسرين صلاح. النائبة ولاء عبد الفتاح. النائبة شيماء محمود نبي. النائبة ميرفت عازر. النائبة ولاء أحمد سعد علي التمامي. النائبة غدا عجمي. النائبة ضحى عاصي. النائب عبد الحميد دمرداش. النائب السعيد عمارة. غير موجود. النائب عمرو درويش. النائب محمد فوزي محمود الرفاعي. النائبة منى عبد العاطي. النائبة جميانة لويس. النائبة هلاء أبو السعد. النائبة هدى التنباري. النائبة هيام الطباخ. النائب علاء عابد. النائب عبد الوهاب خليل. النائب أحمد سعد الدين عبد الرحيم، المستشار أحمد سعد الدين. النائب كريم درويش. غير موجود. نائب كريم درويش. النائب سعد الجمال. غير موجود. النائب إيهاب منصور بسطاوي. النائب محمد أبو هميلة. النائب أيمن أبو ليلى. النائب نافع عبد الهادي. يرجى توجيه بطاقة اقتراع للنائب نافع عبد الهادي. بطاقة اقتراع من اللجنة الموقرة. يرجى تسليم بطاقة اقتراع للنائب نافع عبد الهادي.
النائب نافع عبد الهادي، النائب مصطفى بكري، النائبة نرمين فتحي بدراوي، النائبة مهيتاب عبد الهادي، النائبة صبورة السيد، النائبة سمر السيد علي عطية، النائبة ميسة عطوة، النائبة هند محمد سامي، النائبة فريدة الشباشي، النائبة ألفة كامل، النائبة ابتهاج الطوخي، النائبة ابتهاج الطوخي. السادة الزملاء، توجيه: حد من الزملاء يروح للنائبة ابتهاج الطوخي؟ النائبة أمل سلامة، النائبة غادة علي، النائبة غادة محمود علي أحمد، النائبة نشوى الشريف غير موجودة، النائبة أميرة أبو شقة، النائب عماد سعد حمودة، النائب يوسف الشاذلي، النائب أيمن شكري هنري شرموخ، النائب محمد الجرحي، النائب رفعت ضاوي، نائب رفعت، النائبة مرفت عبد العظيم، النائبة ياسمين أبو طالب، النائبة حنان عبد المنعم عوض غير موجودة، النائبة منة الله عبد التواب، النائب عبد الله علي مبروك، النائب علي بدر عضو اللجنة، النائب طاهر الأزهري، النائب حمدي سليمان، النائبة عبير الحلواني، النائبة منى عبد الله، النائبة مرفت ميشيل نصيف، النائبة سيهام بشاي، النائب محمد الكيال، النائب إبراهيم المصري، النائب محمد عزة القاضي، النائب محمد عزة القاضي، النائب ناصر هدية، النائب أحمد رمزي،
النائب دكتور إيهاب رمزي، النائبة سلوى أبو الوفا، النائبة أميرة سعد الحداد، النائبة أمنية رجب، النائبة رشا أبو شقرة، النائبة مها عبد الناصر، النائبة منال نصر، النائبة منال موجودة، النائبة مريم عزة الكفوري، النائبة فاطمة سليم، فين النائبة فاطمة سليم؟ النائب محمد عيد عبد الجواد، النائب ياسر عمر شيبة، النائب علاء عصام، النائب أحمد الشناوي، النائب يحيى كدواني، النائب وسيم فخري، النائبة سناء السعيد، النائبة نجلاء محمود أحمد محمد، النائبة مريم عبد الملك القمص مينا، النائبة نشوى رائف، النائبة نشوى رائف، النائبة صفاء جابر، النائب تامر عبد القادر، النائبة ابتسام أبو رحاب، النائبة ابتسام أبو رحاب غير موجودة، النائب أحمد جعفر، النائب أحمد نشأت منصور، النائب طارق رضوان، النائب سامي سوس، النائب إلهام البارودي، النائب محمود الضبع، النائب لطفي محمد عبد الغني، النائبة عبلة الهواري، النائبة ألفة المزلاوي، النائبة نانسي بطرس، النائبة مي ببوح مازن، النائبة رقية الهلالي، النائبة غادة الضبع، النائب أشرف رشاد الشريف، النائب أشرف رشاد الشريف، النائب هشام الشعيني، النائب فتحي قنديل، النائب فتحي قنديل غير موجود، النائب معتز محمد محمود، النائب حمادة الجبلاوي، النائبة سحر صدقي، النائبة رحاب عبد الرحيم الغول، النائبة نجلاء بخوم،
النائبة سناء الحساني، النائب محمد العماري، النائب أحمد إدريس، النائبة أماني إيميل الشعولي، النائبة زينب السليني، حد من الزملاء معاه صندوق يجي للنائبة زينب السليني؟ سيادة النائب فتحي قنديل اتفضل. سيادة النائب فتحي قنديل اتفضل. السيد النائب حسن خليل، السيد النائب دكتور علي عبد العال، السيدة النائبة ريهام عبد النبي، السيدة النائبة نيفين حمدي، نائبة نيفين حمدي غير موجودة، السيد النائب حسام عوض الله، السيد النائب سيد قاسم، السيد النائب السيدة النائبة إليريا سمير حارس، السيد النائب خالد عبد العظيم عبد المولى، السيد النائب علي أبو أحمد، السيد النائب أحمد البنا، السيد النائب محمد أبو هاشم، السيد النائب أحمد مقلد، النائب أحمد مقلد صوت يا فندم، السيد النائب نادر مصطفى، النائب هاني أباظة، النائب عبد الله لاشين، النائب عاطف المغاوري، النائب سليمان وهدان، النائبة هند حازم، النائبة هند حازم، النائبة مروة رفعت بيومي، النائبة سكينة سلامة، النائبة سكينة سلامة، النائبة أميرة يسر الدير، النائبة سهير القاضي، النائبة هويدة السعيد غانم، النائبة هادية حسني السعيد، النائبة مي رشدي، النائبة مي، النائبة هناء أنيس، النائبة حنان عمار، النائبة إيمان الألفي،
النائب محمد الحصي، النائب أسامة العبد، النائب اللواء العساس، النائبة رحاب موسى، نائبة رحاب، نائبة رحاب غير موجودة، نائبة رحاب موسى موجودة، حضرتك النائبة رحاب، النائبة إيفيلين متى، النائب محمود حسين، النائبة أمل عصفور، النائب سيد عبد الحميد الكرماوي، النائبة عفاف زهران، النائب سامي هاشم، النائب أحمد عثمان، النائبة رضوى جعفر، النائبة أمال رزق الله، النائب رحمي بكير، النائب إبراهيم أبو شعيرة، النائب إبراهيم أبو شعيرة تفضل، النائب جازي سعد عايد، النائبة سامية توفيق، طب اديني دقيقة بس، ناجح استاذ ناجح، استاذ ناجح اطلع عند الاستاذ كريم درويش، النائب كريم درويش، النائبة سامية توفيق، النائبة سيد، النائبة عايدة السواركة، السيد النائب سيد عوض، السيدة النائبة فضية سالم، السيد النائب أشرف رشاد عثمان، السيد النائب سامح السايح، السيد النائب سعداوي راغب، السيد النائب أشرف رشاد عثمان رجاءً توجه للصندوق وضع الورقة،
يعني هو ماشي بالترتيب. السيد النائب سعداوي راغب غير موجود. السيد النائب أحمد السجيني. السيد النائب وجيه ظريف. السيد النائب خالد أحمد محمد شلبي. السيد النائب طارق السيد. السيد النائب أحمد مهنا. النائب محمد إسماعيل. النائبة سحر طلعت. النائبة رانيا الجزائرلي. النائبة شيرين عليش. النائبة فايزة عبد العظيم فتح الله. النائبة فايزة. النائبة روان لاشين. النائبة هبة سامي حبيب. النائبة سوسن حسني حافظ. النائبة آيات الحداد. النائبة منى عمر. النائب يحيى عيسوي داوود. النائب محمود سعد. النائب محمد زين الدين. النائب عمرو حسين هندي. النائب حسام الصرفي. النائب محمد عبادة. النائب محمد الحوفي. النائب عبد الباسط الشرقاوي. النائب خالد بدوي. النائب محمود عصام موسى. النائبة سوزان شكري. النائبة نيفين الكاتب. النائبة نيفين الكاتب. النائبة أمل زكريا. النائبة فضية سالم. أدليتي بصوتك. أدليتي يا فندم. النائبة سامية توفيق. أدليتي. طب اديني لحظة بس. اه يا فندم. النائبة سارة النحاس. النائبة جمان هشام عمارة. النائبة رشا كليب. النائبة سحر القاضي. النائبة رحاب عبد الغني رمضان. النائبة راوية مختار. النائبة نجوى خلف. هنا ممكن حد يجيب الصندوق من الزملاء.
النائب حسن أبو قديرة. النائب عيسى عبد المنعم أبو زيد. النائبة سحر عيد. النائبة فتحية السنوسي. هل يوجد أحد من السادة أعضاء المجلس عن القائمة موجود بالقاعة أو خارج المجلس لم يدلي بصوته في انتخاب وكيلي المجلس؟ هل يوجد أحد من السادة الأعضاء نظام القائمة في القاعة أو خارج المجلس لم يدلي بصوته في انتخاب وكيلي المجلس؟ انتهى النداء على القائمة ونبدأ في المعينين. السادة أعضاء المجلس المعينين: السيدة النائبة إيمان العجوز، السيدة النائبة عبلة أحمد علي الألفي، السيدة النائبة فرحة عبد العزيز، السيدة النائبة هدى عبد الستار، السيدة النائبة داليا السعدني، السيدة النائبة منال هلال، السيدة النائبة جيهان ذكي، السيد النائب محمد عمر، النائبة نيفين الطهري، النائبة آية مدني، النائب محمد الوحش، النائبة درية شرف الدين، النائبة دينا عبد الكريم صادق، النائبة ندى ألفي ثابت، النائبة جمال السعيد، السيد النائب، معذرة سيادة النائب، السيد النائب جمال السعيد، السيد النائب حازم إمام، النائب حسام غالي، تفضل، النائب عادل عبد الفضيل، النائب كريم بدر حلمي، النائب فخري الفقي، النائبة سحر عطية، النائب دكتور علي جمعة، النائب محمد سعد عوض الله، النائب منصف نجيب سليمان، النائب عماد خليل، النائبة دينا إسماعيل، موجودة، النائب سالم أبو مراحيل، النائب مستشار إبراهيم الهنيدي، هل يوجد أحد من السادة المعينين أعضاء المجلس لم يدلي بصوته؟ إذن انتهى الإدلاء بالتصويت في على انتخاب وكيلي المجلس الفردي ثم القائمة ثم المعينين. انتهى سيادة الرئيس. الزميلات والزملاء أعضاء المجلس، والآن على اللجنة الموقرة أن تتوجه إلى وسط القاعة لفرز الأصوات وإعداد تقرير بالنتيجة لإعلانها على المجلس.
الرئيس. انا ازي حضرتك المندوب بتاع الحزب الوفد مشي، حصل الجروب مشي، فهنتدر واحد مكان ده الحزب. مندوب مرشح الحزب الوفد مش موجود، مشي، حصل له ظروف، فعايز ادخل حد مكانه في اللجنه. لا، حزام سافر. طيب ماشي.